السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا لهذا اليوم هو الطرح على خط الأعداد. جميعنا نعلم يا أحبائي بأن الطرح يعني النقصان، وتعلمنا سابقا طريقة الطرح من خلال المسائل، والآن سوف نتعرف على طريقة الطرح على خط الأعداد. الطرح على خط الأعداد، نقف عند الرقم الأول ونقفز حسب العدد الثاني للخلف وليس للأمام، أي أن العدد ينقص ولا يزيد. والآن سوف أقوم بتوضيح مثال لكم. انظروا هنا، لدينا خط أعداد. هذا هو خط الأعداد، يعيش في داخله عالم من الأرقام. انظروا هنا، لدينا المسألة الآتية: 14 ناقص 5، 14 ناقص 5. كيف سنقوم بحلها على خط الأعداد؟ نقف عند العدد الأول، أي نضع عليه دائرة لتحديده بالمسألة، ونقف عنده على خط الأعداد، ثم نقفز على حسب العدد الثاني. لتعليمه نضع خط أسفله. نقفز على حسب العدد الثاني، أي سأقفز 5 قفزات للخلف وليس للأمام، لأنه طرح، والطرح يعني النقصان، أي أن العدد يصغر. سأقفز 5 قفزات للخلف: 1 2 3 4 5، والعدد الذي أصل إليه يكون هو الجواب. وأنا وصلت إلى العدد 9، أي أن الجواب سيكون العدد 9. والآن سأقوم باختيار مسألة أخرى كمثال ثاني. سوف أخذ هذه المسألة: 17 ناقص 8، 17 ناقص 8. أقف عند العدد الأول، سأضع دائرة لتحديد أن العدد الأول. أقف عند العدد الأول وهو 17، ضعه على خط الأعداد، وأقفز حسب العدد الثاني، أي سأقفز 8 قفزات للخلف وليس للأمام، لأنه طرح، والطرح يعني النقصان، أي أن العدد يقل. 1 2 3 4 5 6 7 8. وصلت إلى العدد 9، أي أن الجواب سيكون أيضا 9. للتوضيح سأقوم بحل مثال أمامكم على الدفتر. لدي سؤال: 56 ناقص 3. سأقوم برسم خط الأعداد، طبعا باستخدام المسطرة يكون أجمل. حتى لا يكون خط الأعداد كبير، أبدأ بالرقم 50، العدد الأقرب إلى المسألة، حتى لا يكون خط الأعداد كبير جدا. 51 52 53 54 55 56. هكذا يكفي. سأقوم بحل السؤال. أقف عند العدد الأول وهو 56، وسأقفز 3 قفزات للخلف وليس للأمام، لأنها طرح. 1 2 3. وصلت إلى الرقم 53، إذن سيكون الجواب 53. الآن سوف أعطيكم مثال عملي على خط الأعداد. هيا يا غزل، لدينا مسألة 25 ناقص 2. كيف رح نحلها يا غزال؟ أول إشي نقف عند الرقم 25، رح أرجع إلى وراء درجتين لأنه طرح. 1 2، الرقم هو 23. والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وهو الطرح على خط الأعداد. أرجو أن تكونوا قد استفدتم. شكرا أحبائي.